الحماية المدنية، فالحريق شب في مصنع لإنتاج الولاعات ولا يتم تسجيل أي خسائر بشرية لحد اللحظة. طبعا هذه المشاهد مشاهدينا الكرام تأتينا عبر المب من المنطقة الصناعية قرى مصطفى بمدينة أولاد موسى بولاية بومرداس، ونتابع طبعا هذه الكتلة الضخمة من الدخان المنبعثة من المصنع الذي شب فيه هذا الحريق. يبدو أنه ليس بالحريق السهل. طبعا على كل تفاصيل أوفى فيما يخص هذا الحادث نربط الاتصال مباشرة بالسيد نسيم برناوي مسؤول الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية. أهلا بك سيدي الكريم، وشكرا لقبولكم طبعا، وشكرا لتواصلكم معنا عبر هذه المداخلة الهاتفية. صباح النور، مرحبا بك. صباح الخير. طبعا تفاصيل أوفى فيما يخص هذا الحادث وتدخلكم طبعا منذ صبيحة اليوم ومنذ اندلاعه. طبعا تدخل محادثتنا كان في حدود الساعة 8:35 دقيقة، وعلى إثر وصول أول إسعافات وشاحنة نجدة اتضح أنه حريق مهول لمثل مصنع لصناعة الولاعات بالمنطقة الصناعية بولاد موسى، وقدوم يعني الدعم من الوحدات الرئيسية والثانوية لبومرداس، وكذلك في الطريق هناك دعم من الوحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر والوحدة الوطنية لتدريب والتدخل. هناك حاليا أكثر من 8 شاحنات أخماد مختلفة الأحجام ومتعددة المهام للسيطرة يعني الحريق من كل نواحي. صحيح هناك انبعاثات قوية للدخان، كثافة الدخان، دخان أسود، هذا ربما ما يبعث نوعا ما القلق. حاليا تعمل وحدتنا على السيطرة على الحريق، ومع قدوم الدعم خاصة للشاحنات المختصة في إخماد الحرائق مثل هذه الحرائق المصانع سيتم السيطرة بحول الله على الحريق. حاليا العملية الإخماد متواصلة. ونعتذر طبعا على هذا الخلل، نذكر مرة ثانية بهذا الخبر ومتعلق طبعا بالحوادث، حيث اندلع صبيحة اليوم في حدود الساعة 8:30 حريق بالمنطقة الصناعية قارة مصطفى بمدينة ولاد موسى بولاية بومرداس. حسب الحماية المدنية الحريق شب في مصنع لإنتاج الولاعات ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية لحد الساعة. طبعا يحضر معنا في مداخلة عبر الهاتف وعلى المباشر الأستاذ نسيم برناوي مسؤول الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية. أهلا بك مرة ثانية سيدي الكريم، وشكرا لقبولكم هذه المداخلة. طبعا المشاهد التي بحوزتنا الآن والتي نرصدها عبر المباشر تظهر طبعا انبعاثات قوية للدخان، ودليل على حجم النيران التي اندلعت بهذا المصنع ومدى خطورتها أيضا. طبعا لو توفينا بتفاصيل أوفى. طبعا هو حريق مهول نوعا ما، خاصة بمصنع صناعة الولوعات. طبعا تحقق المدى الأولية لصناعة الولوعات خاصة من الغازات وكذلك مادة البلاستيك. هذا ما يثبت تصاعد دخان كثيف باللون الأسود. طبعا المهم بالنسبة للحماية المدنية حاليا هو تكثيف الجهود للسيطرة على الحريق، بعدما تم تخصيص ما يفوق 10 شاحنات إخماد مختلفة الأحجام والمهام في مثل هذه الحرائق تابعة لمديرية الحماية المدنية بيت بومرداس، بالإضافة إلى إرسال دعم من وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر خاصة الوحدات المجاورة للولاية، بل وكذا من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، خاصة من دعم لشاحنات الإخماد وشاحنات التزويد بالمياه الضرورية. حاليا لا يوجد خسائر في الأرواح البشرية، العملية متواصلة خاصة في السيطرة على الحريق. إذن عملية السيطرة على الحريق متواصلة. نعم. والهدف طبعا إخماده. على كل سيدي الكريم، في مثل هكذا نوع من الحوادث، صحيح أنه
نحن في مرحلة حساسة، والجزائر هذه الفترة تشهد اندلاعات كثيرة ونشوب حرائق مختلفة سواء في الغابات أو في المصانع. سيدي الكريم، كيف يمكن أو كيف تتعاملون وكيف يجب التعامل مع هكذا أنواع من الحرائق، خاصة إذا كانت في مصانع والمصانع تحتوي على عمال وبالتالي خطورتها تصبح أكبر؟ طبعا التدخل في مثل هذه الحوادث خاصة الحرائق الصناعية، تعرف مثل هذه المصانع في البداية لديها مصالح أمنية داخلية خاصة رجل الأمن ومعدات خاصة لمكافحة الأولية، لكن إذا كان تطورت الأمور تتدخل وحدات الحماية المدنية خاصة إذا كانت مؤسسات مصنفة أي لديها مخطط تدخلي خاص بين الحماية المدنية والمؤسسة. طبعا نعرف نوعية المواد ونوعية الحريق. بشيء مهم هو سلامة العمال، سلامة الأماكن المجاورة. يجب أن يسيطر الحريق في بداية ونمنع انتشاره إلى المؤسسات المجاورة، ثم نعمل على الإخماد الكلي. فقط أنا أود أن كذلك في مثل هذه الظروف عن طريق قناتكم أن فرق الدعم تكون قادمة من عدة نواحي، لذا رجاء تسهيل حركة المرور وخاصة المواطنين الفضوليين الذين أن يعرقلون حركة السير من أجل وصول الشاحنات الضرورية لمواصلة عملية الإخماد. جميل، باقتناء فرصة تواجدكم معنا في مداخلات عبر الهاتف الأستاذ نسيم برناوي، مسؤول إعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية. طبعا في مثل هكذا ظروف وفي خاصة في المصانع هناك طبعا معايير للسلامة، وأنتم خاصة في بداية موسم الاصطياف إن تكثر فيه الحرائق، هناك عديد الحملات التحسيسية في هذا الصدد وتوعية المواطنين أيضا وتوعية أصحاب المصانع والعاملين فيها، ليس كذلك؟ نعم طبعا طبعا، خاصة بداية موسم الصيف أين الحماية المدنية تعمل على عدة جبهات، خاصة في بعض الأجهزة الأمنية الخاصة كحرائق الغابات، الحراسة شواطئ الاستجمام، الأجهزة الأمنية الخاصة بالامتحانات شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، بالإضافة إلى يجب كذلك هناك تغطية عملية لمختلف الحوادث الحياة اليومية التي تفوق معدلها 3000 تدخل يومي. أما مثل هذه الحرائق خاصة في المناطق الصناعية فتعرف هذه المصانع يعني عن تخضع لزيارات وقائية، تخضع لتدابير السلامة والأمن، تخضع لمناورات ميدانية تطبيقية للوقوف على جاهزية رجال الأمن وكذلك خاصة الوسائل التدخل الأولية، بالإضافة إلى يعني إذا كان أي خاصة مناطق صناعية تعرف يعني تدخل خاص بالنسبة للحماية المدنية. نعرف أنه الحرائق يجب كل دقيقة تمر يجب أن تكون في صالح التدخل والعمل على الإخماء فورا، خاصة منع انتشار الحريق ومن ثم التأكد من عدم وجود ضحايا داخل المصانع. الآن ما نعرفوش هل حاليا يعني أين شب الحريق في البداية، إذا كان في جهة الإنتاج أو جهة التخزين، لكن المهم الآن يعني نقوم بالحريق ونسيطر عليه ومن ثم تزاول المصالح المختصة تحقيقات لرفع منبذات الحريق ومصدر انتشار الحريق. جميل، إذا أهم شيء في هذه المرحلة إذا بخصوص هذا الحريق طبعا هو السيطرة عليه من طرف عناصر الحماية المدنية المتواجدة طبعا في الميدان والعمل على إخماده في أسرع وقت حتى لا يتسبب طبعا الدخان المتصاعد في الضرار بالنسبة للسكان المجاورين للمكان الذي اندلع فيه الحريق ويتسبب طبعا في تلوث المحيط هناك. أهم شيء أيضا أنه لم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح لحد الساعة. يتم تسجيل خسائر في الأرواح لحد الساعة، لكن فقط نصيحة للسكان المجاورين أننا من الجزائر نرى يعني تصاعد الدخان الكثيف في هذه المنطقة، هذا ما يثبت أنه الدخان كثيف. فقط السكان المجاورين أن يبقوا على النوافذ والأبواب مغلقة، مع أن يوضع أقمشة مبللة تحت الأبواب لتفادي دخول الدخان إلى المنازل، خاصة مع توفر عامل الرياح الذي يساعد في انتشار الدخان. نشكرك شكر جزيل أستاذ نسيم برناوي، مسؤول الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، على هذه المداخلة، ونتمنى طبعا لكم التوفيق. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا الكرام، كما تابعتم